ما زلنا معكم. قضت محكمة مصرية اليوم بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وذلك لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي والمتعلق بجزيرتي تيران وصنافير. وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي استخدم إشارة بذيئة بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون. الحديث حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ طارق، أهلا بك معنا. أهلا بك. نعم، ابتداء تعليقك على حكم اليوم ضد الأستاذ خالد علي، كيف تراه؟ خلينا بس في البداية التعريف، أنني أيضا عضو هيئة الدفاع للترافع عن خالد علي. نعم، أشكرك على هذه يعني في اولا الحكم بالنسبه لنا كان صعب جدا اليوم. احنا خرجنا من المحكمه النهارده، ويعني وكل المؤشرات وتصريح المحكمه اثناء الجلسه كان بيتناول فكره التاجيل لندب لجنه ثلاثيه من اكاديميه الفنون او كليه الاعلام او المعهد العالي للسينما لفحص السي دي البقال انه يعني الاستاذ خالد علي قام في بهذه الحركه التي اعتبروها انها خدشه للحياه العامه. المحامي الكبير استاذ عبد الله خليل اتكلم في القضيه عن هذه الحركه وانها ما لهاش يعني مدلول معين، وان فعلا خدش للحياه العامه، واحنا يعني بحثنا في كل احكام محكمه النقض المصريه منذ انشائها حتى الان فلم نجد يعني حاله مماثله تم حالتها الى المحاكم واصدرت فيها احكام، لدرجه ان الاستاذ عبد الله خليل يعني بحث في احكام المحاكم العربيه فوصل الى حكم في حاله مشابهه تماما صادر عن المحكمه الاتحاديه الاماراتيه وهي تعادل محكمه النقد المصريه، والمحكمه الاتحاديه قالت انها وفقا لتعريفات محكمه النقد المصريه وتفسيراتها فان هذا الفعل ليس له اي مدلول وليس له اي تاثير نفسي على الشخص المتلقي اللي هو بيدعي ان هذا الفعل خدش حياته. واحنا كان المحكمه طلبت تقرير من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، فجالنا تقرير من اتحاد الاذاعه بالجلسه الماضيه، الهندسه الاذاعيه في اتحاد الاذاعه بالجلسه الماضيه. بمطالعه التقرير اكتشفنا ان في مجموعه من الكوارث. الكارثه الاولى انه وقع على هذا التقرير 3 أشخاص دون تحديد وظائفهم ايه في الهندسه الاذاعيه او في اتحاد الاذاعه. تمام. يعني بيشتغلوا ايه بالظبط مش عارفين يعني. الحاجه الثانيه ان التقرير اتكلم عن حاجه اسمها انه لا يمكن العبث بالفيديوهات. فقلنا لهم ان الكلام ده قديم قوي من الستينات، كان لا يمكن العبث بالفيديوهات والا افلام الخيال العلمي والفك المفترس والحاجات دي كلها ما دي فيديوهات. تمام. موجوده. وقدمنا لهم تقرير استشاري من 3 من اساتذه المونتير في المعهد العالي للسينما بيقول كلام عكس الكلام اللي اتقال في التقرير بتاعهم. طيب اسمح لي استاذ طارق، يمكن لضيق الوقت دعني ادخل الى ما يقال ان هو صلب الموضوع. البعض بيقول ان هذا الحكم ما هو الا حكم سياسي لمحاوله منع خالد علي حتى لو فكر يعني في الترشح لرئاسه الجمهوريه العام القادم. ايه رايك في الكلام ده؟ لا يعني بص انا يعني كمحامي لا يليق بي ان اقول على حكم انه حكم سياسي، لكن خلينا اقول اننا امام يعني دوله او نظام يستخدم القانون ويحاول تطويع القانون لخدمه يعني طموحاته السياسيه او ادائه السياسي والتنكيل بالمعارضين، فراينا ان هناك احكام قرارات بالحبس الاحتياطي بديله لقرارات الاعتقال التي موجوده ايام مبارك، وراينا كيف بيتم تلفيق قضايا، وراينا دعاوى حزبه بتتم، وللاسف الشديد بيستخدم القانون اسوء استخدام. ولكن خلينا اقول ان هذا الحكم خالد علي كان متوقع ما هو اسوء، وكان عارف انها ضريبه هيدفعها، وان الدفاع عن ارض هذا الوطن وعن كرامه هذا الشعب
له ثمن، وهو كان جاهز دايما هو يدفع هذا الثمن، وعارفين ان الدور جاي على ناس ثانيه كتير. طيب. ولما استشار هشام جنينه اللي الناس رشحته للترشح يعني اسوه وبرفضها ضده حكم انا بس يمكن وقت انتهى والله يا استاذ طارق، لكن سؤال عايز اجابه عليه بنعم او لا. لو اكد الحكم هذا بشكل نهائي يمنح خالد علي من ممارسه حقوقه السياسيه كالترشح لرئاسه الجمهوريه؟ قول واحد يمنعه. نعم. شكرا جزيلا الاستاذ طارق العوضي المحامي والناشط الحقوقي واحد اعضاء هيئه الدفاع عن خالد علي المرشح الرئاسي السابق. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل المسائيه وفيها نتابع بالشمع الاحمر اغلاق مكتبات البلد بعد مكتبات الكرامه في مصر ومصادره الكتب في بلد يسعى لرئاسه اليونسكو.